وماذا عن العلاقات الجزائرية الفرنسية؟ هل فيه جهود لإعادة العلاقات إلى وضعها الطبيعي سيادة الرئيس؟ هي لازم العلاقات ترجع للوضع الطبيعي، بشرط أن الآخر يفهم باللي الند للند ماهوش استفزاز عليه، هي صيانة سيادة وطن اللي استشهدوا عليه مثل ما قلت 5,630,000 شهيد من 1830 إلى 1962. ماهوش بسهولة، أنا مانيش محتاجك. ناس التعاملات لازم تتغير، تعاملات الند للند، نبيع ونشري معاك يا با بروبلام، باش ندخل تحت حمايتك وجناحك، انا راني كبير، انا ما نحتاجش ندخل تحت جناحك. هذا هو، نتعامل معاك كاش مشكل، ما تعرقل لي مشاكل لي مصالحي، ما نعرقل لك مصالحك، متفقين. ولكن باش تفرض عليا حاجه ما تفرضش، ولا واحد قادر يفرضها ما عدا الله عز وجل.